بالنسبة للوضع الأمني في قضاء القائم، الوضع جيد ومستتب في الوقت الحاضر نتيجة قيام كافة القطاعات الأمنية المتعددة بفرض طوق أمني كبير في قضاء القائم، وأيضا قيام قطاعاتنا الأمنية بعمليات استباقية في الصحراء الغربية لغرض مطاردة فلول داعش الإرهابي. حقيقة الموضوع بيتعدد القطاعات اللي موجودة بين الجيش والحشد وعدة فصائل أخرى، هذا يؤثر سلبا على الوضع في القائم. نتمنى من قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة بتوحيد هذه القطاعات في قيادة واحدة لكي يسهل على المواطنين القيام بإيصال المعلومة الأمنية إلى جهة واحدة.